اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وبنحب نفكركم اللي هتفوتوا فقره او اي فقره في اليوم ممكن يشوفنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا نهارك سعيد على اليوتيوب كلمه واحده وبدل العين رقم 3 باللغه الانجليزيه، او ممكن تتواصلوا معانا على فيسبوك او على تويتر نهارك سعيد. فقرتنا دلوقتي هنتكلم فيها عن تصويت المصريين في الخارج، وطبعا ده موضوع شائك لان عدد المصريين في الخارج ما عندناش حصر دقيق لعدد المصريين، في ناس بتقول 8 مليون، في ناس بتقول 10 مليون، في ناس بتقول 4 مليون، ما احناش عارفين، لكن الارقام المبدئيه بتقول ان احنا عندنا حوالي 500 الف هم اللي هيصوتوا. خلونا نتكلم في الارقام دي مدى صحتها من عدمها مع ضيفنا اللي مشرفنا النهارده استاذ محمد امين المصري رئيس القسم الدبلوماسي بالاهرام اليوم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ محمد، ويعني خلينا نبدا من انتخابات الرئاسه، وشفنا عدد كبير جدا من المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسه، اعتقد ما حلمناش بيه. ايه الشروط اللي كان يجب توفرها في مرشح الرئاسه وما خدناش بالنا منها او ممكن تكون غابت عن بعض المرشحين؟ اعتقد ممكن اعدل السؤال نوعا ما، اقول ايه الشرط كان يجب توفره في مرشح رئاسه عشان ما الاقيش حوالي 1000 واحد خلال 4 5 ايام، 1000 مرشح رايح لجنه انتخابات ويقدم اوراق ترشيح رئاسه. اعتقد كان اهم حاجه طبعا بخلاف ان يعني من والديه مصريين مش اجنبيين، والمؤهل العالي والسمعه الطيبه والخبرة التاريخية، أن يكون معاه التوكيلات 30 ألف توكيل على مستوى الجمهورية أو توقيع 30 نائب في البرلمان. بس أعتقد أنهم هم سحبوا بس الأوراق، لكن أيا كان من تقدم رسميا يعني أعتقد ده في شيء لا مبالاة من المرشحين، كل واحد رايح يقول لك أنا قدير أن أحيي هذا البلد أو أعيد أمجاد هذه البلد. معلش، واحد غير مؤهل تماما لحكم شركة أو حكم إدارة داخل شركة أو داخل إدارة حكومية، ليس عليه ان يحكم دوله بالكامل يعني. فكان يجب على لجنه الانتخابات ان تحدد هذا الشرط، كل من يذهب الى لجنه الانتخابات لتقديم اوراق ترشيحه ان يكون برفقته التوقعات 30 ألف مواطن على مستوى الجمهوريه او 30 نائب في مجلس الشعب ومؤهل علمي على الاقل، ولو يعني لازم مؤهل علمي عالي، مؤهل علمي عالي، والديه مصريين والسمعه الطيبه، اتفقنا على الحاجات دي كلها، ولكن كان الاهم ان يكون برفقته ال 30 ألف توقيع. اعتقد هي فيها شبه اهانه حتى المكانه نفسها، يعني رئيس الجمهوريه في اي مكان مكانه عظيمه، مكانه مرموقه، اعلى مكانه في البلد، بتقود البلد، بتقود علاقات خارجيه مع دول اخرى، كونها تهان بهذه الطريقه لا اعلم هل هي متعمده من قبل الدوله ام جاءت عشوائي. طب هل حضرتك تتفق مع الراي اللي بيقول انه ترشح يعني كل الناس اللي بتتكلم عايز ترشح نفسها دي فجاه بدون اي خلفيه وبدون انجازات؟ في الكثير من الكتاب قالوا ان ده اهانه لمنصب الرئيس. حضرتك من قبل قليل هي اعتقد فيها اهانه مش لمنصب الرئيس، للمكانه نفسها، مكان رئاسه الجمهوريه. يعني انت حضرتك شايف ده متعمد يعني انا شايف ده متعمد فعلا، يعني ماذا كان يدير لجنه انتخابات التحديد فيما قبل بقى الحصول على 30 ألف توقيع او 30 ألف نائب، بدل ما 1000 واحد يذهبون الى لجنه انتخابات ايا كان وضعهم شكله ايه، لا يستطيعون حكم انفسهم حتى حكم بيوتهم يعني. يعني نبدا بالشروط الاول. طب يعني خلينا نقول ان فترة الدعاية الانتخابية بالنسبة لبعض المرشحين بالفعل بدأت، وان في فترة زمنية محددة مش المفترض تماما تجاوزها، فترة الحظر الاعلاني بالظبط. ولو حصل ان احد المرشحين تجاوز فترة الدعاية الانتخابية، هل بيبقى في عقوبات بيتعرض لها؟ اعتقد هو تزمت شديد من لجنة الانتخابات ان تفرض على مرشحين رئاسة الجمهورية فترة اللي هي الحظر الاعلاني، عدم الترشح وعدم الدعاية. ان على فكره الدعايه بدات من يوم 11 فبراير 2011 بدات الدعايه. هو الكثير من المرشحين تحدوا الموضوع يعني كل المرشحين ظهر اعظمهم عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، كلهم بداوا في ترشيح انفسهم او في تمهيد لانفسهم امام الراي العام، سواء حتى العربي والمصري والعالمي، في بعضهم سافر دول الخليج، بعضهم سافر الى امريكا، راح في بعضهم راح لاوروبا. اعتقد الدعايه موجوده من يوم 12 فبراير 2011، فما جيش لك الانتخابات في الفتره الحاليه وتعمل حظر اعلان او حظر دعائي على المرشحين، شيء من الظلم والاجحاف. في مرشحين خدوا كفايتهم من الدعايه، وهناك مرشحين جدد لم ياخذوا، مش عايز احد اسماء يعني، لم ياخذوا نصيبهم بعد من الدعايه. يعني راينا امس يعني مثلا هو مثلا المرشح الاخواني الجديد خيرت الشاطر، كان في كلام ان هو سيتم الدفع به كرئيس الحكومه، الاخوان هددوا به حكومه الجمزوري والمجلس العسكري سيتم الدفع به كرئيس الحكومه، وعندما فشل مخططهم للاستيلاء على الحكومه والسلطه التنفيذيه تم الدفع به كمرشح لرئاسه. يعني اعتقد ده كمان يعني طبعا البعض يا فندم قال ان ده يعني يعتبر الانتهاء نهائي لشهر العسل اللي كما يقال، او الصفقه كما قالت كثير من الكتاب. واضح شهر العسل ده لم يكن شهر عسل دائما او مؤقتا، شهر عسل يعني متقطع، يعني في ايام التوائم ايام من الاستنفار والتحفز بين الطرفين. ولكن دعني اقول لك ان اختيار خيرت الشاطر
هيتعب بمرشحين كثر، اعتقد الى التفكير في عدم استكمال المنافسه في الرئاسه. بعد ما اعلن سليم العوي امس ان هو يؤيد خيرت الشاطر، واضح انه كان معول جدا او بصوره كبيره على دعم الاخوان او دعم كتله كبيره من الاخوان له، فعندما هم دفعوا بخيرت الشاطر في انتخابات الرئاسه اعتقد نسبه فرص حصوله على دعمهم قليله، وبالتالي دعمهم حصوله على اصوات بقيه الشعب ضعيفه، فاثر النجاه والانسحاب. اكيد بعد ما يتم الاعلان الرسمي عن المرشحين المحتملين للرئاسه هنبتدي فتره التصويت اللي بيكون فيها يعني بعض المشاكل غالبا بنتعرض لها. بالنسبه للمصريين في الخارج ايه الاجراءات المفترض ان هم يمشوا؟ لا، الاجراءات بانت من ايام الانتخابات البرلمانيه والانتخابات الشورى، كانت مشاركتهم شبه فعلا قويه عن طريق الرقم القومي. كان معظم الاغلبيه المسلمين في الخارج طبعا هناك كلهم جوازات السفر، فكانوا بيحبذوا المشاركه عن طريق جواز السفر، ده كان خطا. فلجنه الانتخابات حددت لهم المشاركه فقط عن طريق الرقم القومي، وتم التنبيه على كل المصريين قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب بالحصول على او سرعه الحصول على الرقم القومي، وده ساعدهم كتير يعني. لكن فكره الجواز السفر دي اعتقد فكره غير صائبه في الوقت الحالي يعني. التفكير الحالي برضو اذا هيكون انتخابهم عن طريق الرقم القومي. حضرتك قلت في التمهيد ان مفيش نسبه معينه للعاملين في الخارج 8 مليون 10 مليون، ولكن ممكن وزاره الخارجيه تحصر اعداد اللي شاركوا في مجلس الشورى ومجلس الشعب، بدل اللي شارك قبل كده في الانتخابات هو اللي سيشارك في الانتخابات القادمه. وبالمناسبه كان توقع ان المصريين في اوروبا وامريكا بحكم معيشتهم في المجتمعات الديمقراطيه مشاركتهم تكون اعلى، ولكن اتضح ان مشاركه الخليج مصريين في الخليج كانت اعلى من المشاركين في امريكا. هو فندم كان التعليقات الكثيره على الموضوع انه الاوقات ما كانتش سهله بالنسبه للناس، انه كان لازم ان انت تروح ممكن تسافر جوه البلد عشان تضطر انك تروح تعمل ده، كان في مشاكل من النوع ده. اشتراطات الدول الخليجيه ان المشاركه تكون في مقر السفاره في العاصمه وليس في مقر اخرى يتم تاجيلها في المدن. انا بس قبل ما نكمل التصويت انا عايز اقفل النقطه بتاعه مرشحين الرئاسه، لانه كلنا شاهدنا اول امبارح انه يوم الجمعه الدنيا كلها وقفت بسبب انه المرشح للرئاسه حازم صلاح ابو اسماعيل راح يتقدم ورقه و150 الف طلعوا معاه قفلوا القاهره. 150 الف بخلاف السيارات والاوتوبيسات والتكاتك والحاجات والدعم المعنوي واللوجيستي ده بدايه مؤشرات لمرحله جديده انه هيبقى مرشحين رئاسه يبتدوا بقى يحشدوا حشودهم لما كل واحد ينزل يعمل كده. حضرتك شايف الوضع ده ممكن يروح بينا فين جوه مصر قبل ما نكمل كلامنا بقى مره مصر عشان نكمل بقى؟ اعتقد هي 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 مش اكتر من استعراض قوه من مرشح بيقول للاخرين انا ورايا كل هذا الدعم، يعني دعم ورايا من الدقي لمصر الجديده. اعتقد هي رساله بالغه ليس للشعب وانما لبقيه المرشحين. هيبقى في ردود فعل بقى هو اللي احنا بنتكلم فيه. لم نرى اي مرشح اخر ذهب لجنه الانتخابات ومعه كل هذا الدعم من الناخبين او من الاوتوبيسات او من حجم الصور الكتير يعني. اعتقد هو مش مكون قوه للمرشح بقدر ما استعراض قوه للاخرين. مش معنى ان انا معايا 150 الف توقيع ومعي لا هو 150 الف ناخب و اعتقد حاجه 90 الف توقيع و57 توقيع مجلس الشعب والشورى، ليس معنى هذا ان هو ده اللي هو الذي سوف ينجح في الانتخابات. صحيح. طب في شروط يا استاذ محمد المفروض لكن استعراض قوه للاخرين، انا موجود وانا اهو وانا بستعرض قوتي امامكم جميعا، ماذا فعلتم انا؟ هو بس السؤال قبل ما نكمل ده السؤال، الفلوس دي كلها مش المفروض في سقف للكلام ده ولا هي كان سؤالك على استعراض قوه مش عارف. لا في دعم في تمويل اعتقد يعني يوم الجمعه اللي فات ده لحازم صلاح واسماعيل اعتقد كلفه كام الف جنيه، يعني ممكن يخش في المليون جنيه. من اين لك هذا بقى؟ دي استجواب جهه لجنه الانتخابات اللي المنوط بها هذا العمل وليس احنا كشعب. انا شايف في تمويل خارجي، في تمويل ممكن من دول خليجيه، دول خليجيه كلها بتدعم المرشحين الاسلاميين مش الجهات الليبراليه، فمن اين لك هذا؟ اعتقد حته كمان اللجنه ان تحديد سقف الانفاق على الانتخابات مبلغ معين ده سيتم تجاوزه بمراحل احنا لو حسبنا عدد البوسترات لو حسبنا البوسترات وحسبنا ال 150 الف ناخب وحسبنا عدد الغداء كام الف وجبه غداء يوميها وكام الف سائق من الدقي لغايه هنا اعتقد كلها مكلفه. بلاش حتى نتكلم على ابو اسماعيل، نتكلم على بقيه المرشحين. من سافر الخليج، من سافر الامريكتين، من سافر اوروبا، من اين لك هذه الاموال كلها كي تبدا الحمله الدعائيه قبل بدء فتره ومين مين اللي المفروض يراقب المرشحين يا استاذ محمد؟ الجهه التي تراقب هي لجنه الانتخابات، ولكن ليس عندها الاليات الكافيه لمراقبه الوضع، اليات مراقبه شديده على حجم التمويل. ممكن كل مرشح يقول لك انا من حجم اموالي من مدخراتي الماليه، مع ان لهم سلطه تقريبا مطلقه يعني لجنه الانتخابات. لكن ماذا تقول للمرشح اذا قال لك انا لدي حوالي 10 مليون في البنوك مدخرات؟
طب ولو لجنه الانتخابات ما عندهاش الاليات الكافيه اعتقد يعني لجنه الانتخابات لم يكن عندها الانتخابات ولم تفكر حتى في وضع الاليه المناسبه لمراقبه حجم الانفاق المرشحين. دي مشكله ثانيه، مشكله خطيره جدا. يبقى راس المال او للاسف الشديد راس المال الاسلامي الموجود في البلد او المدعوم من الخارج هو الذي سيتحكم بصوره اكبر في حجم او نوعيه الحمله الانتخابيه للمرشحين. وده هذا في ظلم للمرشحين الريبلاريين او المرشحين الذين اعتقد الاغلبيه تامل انتخابهم لكنها لا تستطيع. طب عشان ما تتكررش الصوره اللي حصلت من يومين وهو الشارع تقريبا كان واقف ما بيتحركش. الصوره لن تتكرر مره اخرى اعتقد. نعملها يعني ازاي؟ لا اعتقد كانت صوره اولى واخيره يمكن حتى على مدى الانتخابات اللي جايه كمان. ده احنا لسه بيتم يعني دفع مرشحين جدد للرئاسه. ما اعتقد هي الاخوان يعني بعيدين كل البعد. ما نقول لك حاجه، هي كانت استعراض قوه بين حزب صلاح واسماعيل، لكن اعتقد الاخوان بعيدين كل البعد عن استعراض قوتهم في الشارع عندما يتم ترشيح الرسمي لخيرة الشاطر في لجنه الانتخابات. طب هل ممكن يبقى في حاجه الى 150 الف ناخب يمشون؟ لا يعني بتكلم ان هل ممكن يبقى في ميثاق شرف؟ طب نتفق مع بعض يا جماعه، احنا كلنا عايشين في بلد واحده، بلاش نوقف البلد عشان حد راح يعمل حاجه. ده هيتم الاتفاق بشانه يعني قبل بدء الانتخابات او قبل فتره الترشيح، لكن هذه الانتخابات لا يوجد فيها مواثيق شرف ولا مواثيق اخلاقيه ولا حتى تحديد لحجم الانفاق ولا حتى الفتره التي قيل عنها الحظر الدعائي. قالوا حظر دعائي كل المرشحين موجودين في الفضائيات، كلهم موجودين في حوارات مع الصحف اليوميه وفي مؤتمرات يوميه. من قال هناك في فتره حظر دعائي؟ لا يوجد حظر دعائي بالاسم، لا يوجد. مجرد كده فقره في. طب ما احنا ما نكسر كل القواعد دي خلاص، يعني مش عندنا التفاؤل اللي المفروض نبتديه مع اول انتخابات رئاسيه. انا هقول حاجه، واضح انتخابات رئاسه وانتخابات مجلس الشعب والشورى زي ايه؟ كره القدم. هناك كده العاب تحت الحزام او ضرب تحت الحزام بين اللعيبه بعيد عن الحكم، نفس الشيء بيجري في انتخابات رئاسه. هذا يضرب في هذا وذاك يضرب في ذاك والامور تمر تسير على ما يرام. يعني طب حضرتك شايف ان احنا ممكن نتدارك المشاكل اللي حصلت؟ خلينا بقى نرجع للمصريين في الخارج. هل ممكن نتدارك المشاكل اللي اثرت عليهم الناس اللي عاوزه تصوت ومش عارفه تعمل ده في اطار انه في حاجات تعقيدات كده؟ هل ممكن نحل ده ولا ده صعب؟ التعقيد الوحيد كان الحصول على رقم قومي، وكان الحصول على رقم قومي كان قبل بدء فتره الانتخابات اعتقد بشهر او بشهرين. الخارجيه نشرت التعميمات على كافه السفارات والقنصليات في الخارج يعني هي بمنح المواطنين الرقم القومي خلال فتره وجيزه، ولكن على ان تتم قبل الانتخابات. الرقم القومي كان مهم جدا. الرقم القومي مثلا محمد امين، انا محمد امين ساكن في مصر الجديده، فهيشارك في انتخابات المرحله الاولى في مجلس الشعب. لكن اعتقد في انتخابات الرئاسه دي انتخابات عموميه واللي هي يعني بان كانت كلها، اعتقد حتى بجواز سفر ممكن يشارك فيها. اعتقد المفروض يتم تجاوز نقطه الرقم القومي ويتم السماح للمصريين بالخارج الترشيح بجواز سفر ان ده مرشحين على مرحله واحده وليس مراحل او مناطق زي مجلس الشعب. وهو مستند رسمي يعني ما اعتقدش ان هو هيفرق. لكن اعتقد هي لجنه الانتخابات رافضه هذه الميزه للمصريين في الخارج. لجنه الانتخابات قالت سبب لرفضها؟ لا، هي عايزه السفر ولا معايير انتخابات مجلس الشعب الشورى المشاركه بالرقم القومي وليس بجواز السفر. طب ما الانتخابات كان فيها مشاكل. انتخابات تم حلها ان كان عن طريق رقم قومي. ليه؟ مرحله اولى القاهره يعني 10 محافظات. فانا كمواطن عايش في امريكا او عايش في اوروبا وفي الخليج بطاقتي تنتمي الى هذه المناطق المرحله الاولى يتم الترشيح في المرحله الاولى. لكن جواز السفر فعلا كان ممكن، كان عمليه صعبه للغايه. لكن في انتخابات الرئاسه طالما هي مرشحين مرحله واحده وجبله واحده اولى واعاده، اعتقد من كافه العاملين في الخارج اعتقد من حقهم المشاركه بجواز السفر مع الرقم القومي. أكيد. طيب استاذ محمد، الديمقراطيه كلها عباره عن اجراءات كلها متلازمه مع بعض. تمام. حضرتك قلت لسه ما فيش من دقيقتين ثلاثه انه ما فيش معايير وما حدش ملتزم بحاجه ولا نزاهه ولا مصداقيه ولا شفافيه. حضرتك شايف اللي جاي علينا ازاي؟ اعتقد حتى هي حته الديمقراطيه يعني دعنا نقول الاخوان في الاول في بدايه قالوا بعد فتره التناحي والتمهيد تبعت مجلس الشعب قالوا سنكتفي ب 40% او 45% في مجلسي الشعب والشورى بعد الاعلان الدستوري. فوجئنا بعد ذلك 45% او 40%. فوجئنا بعد ذلك في فتره الترشيح نزلوا في جميع الدوائر الانتخابيه في البلد وفازوا هم والسلفيين، يعني التيار الاسلامي اعتقد فاز باكثر من 65%. قالوا فيما قبل ان لن نترشح الى منصب رئيس الجمهوريه، سنتركه الى القوى الليبراليه في البلد. ده كان كلام مهم جدا، ولكن فيما بعد يعني تراجعوا عن هذا الوعد وتم الدفع به مرشح منهم ليله امس. بعد ما كان هناك نوايا او كلام قيل وتردد امس رشحوا مرشح ليبرالي وبقوه.
حتى كل المرشحين تهافتوا على مكتب المرشد العام وعلى مقر حزب العداله. فندم هو في بس سؤالين واضحين جدا. انه دلوقتي طيب هم قالوا كلام وتراجعوا في كلام كل ده. يبقى نرجع لسؤال حضرتك، الديمقراطيه دلوقتي مسيطرين على الجمعيات الاساسيه. نفهم احنا يعني نفهم في مصر نفهم احنا قالب به ديمقراطيه. فنفهم الديمقراطيه خطا. الديمقراطيه في مفهوم البعض هي السيطره والهيمنه على الحياه السياسيه والاقتصاديه والتنفيذيه. احنا قلنا لان البرلمان والمجلس العسكري له تشكيل الحكومه. في فتره ما حبينا نسيطر على البرلمان وعلى الحكومه في نفس الوقت. المتوقع ايه بقى؟ المتوقع حتى الان لا، سيستمر الوضع كما هو عليه الان. برلمان يسيطر عليه التيار الاسلامي اخواني وسلفي وحكومه كمال جنزوري لحين اجراء الانتخابات، الى حين بقى ما جه رئيس الجمهوريه الجديد. انا اسف المفروض بيقولوا لي وقتنا خلص، بس لازم نسال الدستور هيحصل فيه ايه؟ الدستور حتى الان في قلاقل كثيره جدا وفي مشاكل بين القوى الليبراليه والقوى الاسلاميه. اعتقد الدستور يعني سيمر بمصاعب شديده للغايه، حتى ان هم كمان قيل وتردد في الاول ان 20% من البرلمان سيشارك في جامعات تاثير الدستور هي 20 ناخب. رفعوا النسبه الى 40% حتى وصلت ل 50% بالمخالفه لكافه الاعراف التي تم الاتفاق عليها فيما قبل. يعني هم حتى سيطروا على جامعات تاثير التي تشكل مستقبل البلاد فيما بعد. صحيح. اعتقد ده خطا بالغ للاخوان المسلمين. استاذ محمد امين مصري رئيس القسم الدبلوماسي والاهرام اليوم بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده. ومشاهدينا استنونا، عندنا فقرة خاصة جدا عن وضع الدستور في مصر واللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بس بعد الفاصل تابعوني.